الأبطال. كل التحايا لكم أينما كنتم، ونرجو للجميع مبكرا، ولذلك فإن أمله سيكون في الحصول على نتيجة إيجابية. واحد من أهم اللاعبين في هذا الموسم اللي وصلوا فيه في ملاعب على جبهة العربية، ولاحقا مباريات الأولى أو مشواره بداية مشواره على مستوى الدوري. الدقائق الأولى في هذه المباراة، بروزوفيتش يلعب كرة طويلة باتجاه رونالدو، لكن التغطية الدفاعية. من الواضح للجميع أن نصر في هذا الموسم أصبح فريق يمكن له أن ينائب المملكة. هذه كرة عرضية أقرب إلى بروزوفيتش، لمسة إلى مبارا. شوف الصلابة والقوة المهارة. شوف مع بروزوفيتش، لمسة إلى كريستيانو، انتظار مساعدة أليكس بروزوفيتش. كريستيانو حلوة باتجاه غريب، الوانتو جميلة لكنها لم بروزوفيتش. أندرسون تأتي لمين الغنام، التمريرات المتقنة. بروزوفيتش العرضية خطيرة لكنها تبعد في اللاعبين. تكريم الفريق بأكمله في ملعب اتحاد المنستير في الخلف بأكبر عدد من اللاعبين. دخول تيليز أيضا خلف تجربة جيدة في تركيا، ولكن أول بهذه الكرة تمريرة، لكن بروزوفيتش في المكان المناسب في تأمين هالغنام. بروزو مرة أخرى، خالد الغنام لمسة بدون تركيز، روعة كبيرة من جانب بروزو في لمسة يد إلى جهة اليمين عند بروزوفيتش، يحاول يمر بروزوفيتش عرضية لكن التغطية الدفاعية لا زالت. بروزوفيتش تحرك نصراوي في الهجوم على الجهة اليمنى، توزيع بروزو إلى غضار من جانب بروزوفيتش، هذه خطيرة. بروزو عرضية حلوة بالرأس لكن فوفانا. بروزو طويل الكرة خلف المدافعين، رائعة باتجاه غريب داخل المنطقة، يحاول غريب بلمسة لتاليسكا. الله الله الله، بروزو لصناعة الفارق، غريب عدى بمهارة، تاليسكا بلدغة بضربة تغييرات كبيرة على مستوى العناصر، فقط تغيير واحد طبعا مادو في الخط الدفاعي، ونفس الأمر بالنسبة للجامي. على جهة اليسار ليوا ضغط، ثم بروزوفيتش يستعيدها لمصلحة النصر، يبحث عن التمرير. الدقائق القادمة بقدر ما نلعب بتوازن ونبحث عن هدف ثاني بأقل مجهود. حلوة سك، وتلعب بجانب لاعبين بقيمة فنية عالية جدا. لمسة من بروزوفيتش على كورتا بلمسة إلى بروزو، صعبة على الغنام، تعثر فيها أيضا. لكن أيضا عنده تاريخ كبير وعراقة في كرة تونس بمئة سنة. فضل عودة إلى بروزو، بروزوفيتش يلعبها حلوة بتضاعف في أحداث هذه المباراة. قياسا بالشوط الأول لم نتوقع تقريبا هذا السير. العليوي مرة أخرى بكرة على جهة اليمين، الكرة اللي سطها الغنام عرضية، رونالدو بالرأس يترك المساحات الفريق التونسي في هذه الأثناء. بروزو يحاول تغيير اتجاه اللاعب إلى غريب المباراة، وتنتظر أكثر طبعا في انتظار المباريات القادمة. ساديو تصور كل هذا، وماني لسه لم يصل إلى لتشكيلة النصر الكبيرة. طويل الكرة من تأميرها بشكل رائع الغنام، سلطان إلى بروزو. شوف ماذا يفعل بصراحة، لأنه اللاعبين اللي كنت أعشق أدائهم منذ أن كان في إنتر بالنسبة لي هذا 77 بروزوفيتش. متوقع هذا الأمر بتكامل الصفوف أيضا. بروزوفيتش تربوني في عشق اللاعبين من هذا النوع. رونالدو يحاول داخل المنطقة، كريستيانو حطه، لكن هذه الحقائق الأخيرة. الفرصة لمصعد بروزوفيتش عرضية بالرأس، رونالدو قبل ذلك. ماذا هو الآخر؟ شوفه مباراة بروزو غريب. بروزوفيتش يلعب كرة على جهة اليسار، تغطية وتمريرة الرد عندك بروزوفيتش، انتظر تمريرة في أي لحظة، مباراة انتظار. لمسة على جهة اليمين من جانب فوفانا. الآن واضحة أمامك الأمور، كل المنافسين كان في هذه البطولة أو البطولات